أما دي جي أوسين فمكمل تحضيراته للسينجلز وسجل أغنية جديدة رح ينزلها قريبا من بعد أغنيته الأولى I am Oriental، واللي كنا كشفنا عن تفاصيلها حصريا في إيتي بالعربي، ولهالسبب ما قدر يخبي مشاعره لما شفناه للمرة الثانية في الاستوديو. إيتي بالعربي بحضره دائما من الأحد للخميس كل يوم، بحبكم وبالذات الوقت ما في زعلكم هالحفلات وهالشغل هيدا صراحة شمتكم أنتو It's really amazing. ولهالسبب حاب يحكي لنا حصريا على التراك الجديد اللي بيحضروا لها واللي اختارها تكون الفولكلور التونسي. هي مجدده من اغنيه قديمه اسمها عجبين عصابه وجددتها بطريقتي، هي نمبر 3 على الالبوم. الاغنيه غنتها امينه فاخت واشتهرت فيها، وهو تواصل معاها لتحط صوتها عليها لكن اعتذرت بسبب وجودها بجوله فنيه بكندا. أمينة فاخت كتير انبسطت بالعمل وإن شاء الله بالمستقبل بعمل معها غير أشياء يعني، بس هيدي أمان لازم تنزل أو عجبين عصابة حسب ما بسميها أنا أمان لازم تنزل هلأ لأنه وقتها. ولحد ما تنزل رح تسمعوا مقطع منها أولاً في إيتي بالعربي. وبعد هالتراك عين دي جي أوسن على أغاني قديمة من الفولكلور العربي. فكرتي أنا جدد الفولكلورات تبع العالم العربي، أغلب الهيتس أو القصص اللي ربيانين عليها والمنحبة جددها أنا بالفيجن تبع الميوزيكال فيجن. وهو فعلا بدأ التحضير لأغنية سورية قديمة اسمها سالم حبيته. جددتها للأغنية وهي كتير بلدي شعبي سوري. المعروف عن أوسن أنه تعاون مع كتير فنانين بالعالم العربي. بالعالم ما في بجنونك بتغار علي من عيونك حتى يقول لي أعمل إيه. فهل تلقى التهاني منهم عند إصدار أغانيه؟ ما كتير بهالمبعد يعني بالعالم العربي، بس أنه ما تلفن لي حدا يهنيني، بس مش مشكلة أنه أنا مش ناطر هالشي هيدا. وهالشي ما رح يمنعه أبداً أنه يكمل بمشاريعه الخاصة، أهمها الألبوم اللي بيحضر له، خاصة الفيوجن المميز اللي بيقدمه بأعماله.